طيب خلينا اسال المستشار علي الهنيم، وهو مسؤول سابق بالمخابرات القطريه ولاجئ سياسي بلندن. مستشار علي اهلا بيك. مستشار علي اهلا بك استاذ وائل، كيف الحال؟ يعطيك اهلا العافيه. وسهلا. يعني بايجاز شديد مستشار علي، لو انا عاوز افهم ايه اللي حصل خلال الساعات القليله الماضيه، خاصه انه الموقف اكتسى بالغموض الى حد ما. قطر تعلن عن سحب سفراء في 5 دول، وبعد كده تقول انه اسيء فهم التصريحات، وبعد كده تقول ان تم اختراق الموقع الالكتروني لوكالة الانباء القطرية. ايه تعليقك على ما حدث؟ هو الظاهر ان دولة قطر تلقت صفعة قوية من ترامب ومن السعودية ومن مصر في القمة، وهذا اللي واضح لحد الآن. أما بخصوص اختراق نعم. وكالة الأنباء القطرية، وكالة الأنباء القطرية ما عندها مركز رئيسي لتلقي المعلومات. الجهاز والسنترال الرئيسي اللي يتلقى المعلومات الصحفية والإخبارية والمعلومات والبيانات موجود في شعبة الصحافة في جهاز أمن الدولة، مش في وكالة الأنباء. جهاز أمن الدولة هو ما اللي يوزع على القنوات الإعلامية والرسمية في البلد. هذه نقطة. النقطة المهمة أن قطر دافعة 70 مليون دولار لعمل نظام حماية لمدة 5 سنوات لحكومتها الإلكترونية، ومن الصعوبة بمكان أن أي اختراق للأجهزة هذه. كم فما طلع على وسائل 90 مليون، الإعلام فهو صحيح. 90 مليون دولار، 70 مليون دولار 70 نظام مليون حماية دولار. للحكومة الإلكترونية في دولة قطر، والدولة الوحيدة لحد الآن من استلم الشيخ حمد بن خليفة مقاليد الحكم في البلاد إلى اليوم لم يتم أي اختراق لا داخلي ولا خارجي. هذا الكلام غير صحيح، وعلى مسؤوليتي وأتحدى أي واحد يقول عكس هذا الكلام. وكل الكلام اللي قال هذا قطر تصرح به في وصرحت به في مواقف كثيرة، يعني شيء ليس بجديد على بس هنا قطر تعتقد اذا الإمارات ما على فيش قطر. اختراق زي ما حضرتك بتقول، طيب لماذا اخذوا هذا الموقف ولماذا تراجعوا عنه؟ يعني هل هنا حدثت بعض الاثار والتداعيات لم يتحملوها فوق طاقتهم خلال ساعات قليلة من اعلان سحب السفراء؟ هو العملية أستاذ وائل الظاهر صار في تنافس على داخليا. لحد الآن الصورة غير واضحة، لأن أنت لما تظهر بيان وتريد تنفيه وتجيب كذبة، طبعا الكلام اللي بقول لك إياه أغلب الشعب القطري ما يعرفه، والشعب العربي ما يعرف أنه عادة وكالة الأنباء السنترال والمركز الرئيسي والجهاز اللي يتلقى المعلومات في الوكاله نفسها، بس في قطر المركز الرئيسي والتحكم كله في جهاز امن الدوله. فهم قالوا حاجه غلط، يعني نفوا حاجه غلط. هو الاختراق لازم يكون لجهاز امن الدوله مش لوكاله الانباء. انت بتقول يعني الغموض ده الكلام معناه اللي قال انه في صراع داخلي. يعني هل تعتقد ان الامير الاب والامير الابن كلاهما له رؤية، ولا صراع بين من ومن؟ والمشكلة عندنا يا أستاذ وائل اللي الحاكم الفعلي بيشتغل من خلف الستار، واللي في بوز المدفع اللي هو الشيخ تميم، اللي هو الشيخ تميم لكن من الحاكم الفعلي؟ موظف بدرجة أيوة هو الشيخ حمد هو الحاكم الفعلي، هذا لا غبار عليه، لأن سياسة قطر لم تتغير، ما تغيرت. انا من المتابعين وعندي مصادري في دولة قطر يزودوني بالمعلومات شبه يومي، ما في اي تغيير، يعني ما في اي تغيير.
طيب اكيد فاكيد تحصل مضاربات او مضادات في هذا العمليه، يعني في مشكله صايره بينهم انا متاكد يعني. طيب بس هي اللي عندك اثر على تفسير ايضا لفكره العوده للارتماء في احضان ايران في مواجهه السعوديه؟ يعني الكلام بقى المتعلق بإيران، يعني ربما هو أكثر ما أغضب السعوديين. هو اليوم العداء بين إيران وبين السعودية ظهر على العلن، واخد بالك يا أستاذ وائل؟ ايوه أيوه، احنا من زمان عاملين علاقات استراتيجية مع إيران، سببها الرئيسي عدائنا مع السعودية، استغواب إيران ضد السعودية. إيران قدمت معلومات كثيرة لدولة قطر عن السعودية وعن ما تعمل السعودية في الخفاء ضد قطر. إيران كشفت أكبر عملية انقلاب في البلد، إيران اكتشفت أكبر عملية تجسس في الديوان الأميري، الاختراق اللي صار في الديوان الأميري. الديوان الأميري القطري. علاقتنا احنا لو قطر خيروها في دول الخليج وايران راح تختار علاقتها بايران، لان هي ما تستفيد من الخليج في حاجه ولا محتاجه حق الخليج في حاجه يعني. يعني العلاقات اللي بين قطر ودول الخليج اللهم التنسيق الامني فقط وتجاره عاديه. طيب بشكر حضرتك.